هذا الشكل النهائي. حلوة ترى قلب وتوت حلوة جنيبات ورجيلات وكذا شنو معلي يلا فك 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 انطل انطل بس يجمع ثلجها بشوي انطل ده لحم ولا عظم كرحمة خو انطل طبعا العصيدة لازم اللحم يكون صغار قط ايه نطلع اللحم من العظام العظام ما نحتاجها الليلة عظام ما فيه عظام نحط الصحلة على الضوء عشان يطلع الثلج على طول الله يجهده جيب لي ذا العظام مثلج سرى لي لي وانا نتفه اكتبرها سلاشم نتفها هذه اجرى انا فيها حطنا بكبرها حط 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 الباقي حطها يا رجل هذا اقول لك خليها حملها قيد البراح حطها يا رجل يا سلام يا كثر التراز كثروه نطلع العظام عشان نحط الوكه على المرقه نخلي شوي الحمات باقي عظم اول ولا ثاني لا غير حط 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 راكه يخلي المرقه جامده اقلب طبعا شوف القوام لللل تم بغط الحماتي بطنها لللل حط حط العظام حط العظام فوقها شوف 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 حلوة سنها شو اسمه سنها حط حط خلص أنا وقت العصيدة ارفع الغاز ارفع لي نذر عليها طحين شوي لازم تلبس قفازات أنا النظافة عندي مهمة البس قفازات عينك على رغات الطحين انا بدأت تكوز فوق حلوة ابقى عجين ابقى عجين ابقى عجين صب احطك الجدري وهزه ده صب 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 بعد نحط 10 سحال طحين لعنهم الفلو اعطها تعطيك خلاص حلوة العجل برد نشهد حلوة حلوة بدت تبدأ ملامحها شيئا فشيئا بس الدخنة ذي ما بغيت نشوف جاو ايه امرس عطه حر حراس نردها على الضوء والعجين سعيد ابوك عجين قدري طبعا شلون تعرف انها نجحت تاخذ عجينه ومن تمردها ان كانها ما لصقت في لهاتك ترى ناجحه حلوه جذف الجدر جذف نحط الحكاكه تقول قطعه حصاه ايش دامنه واسها واسها في الصحن ايش دامنه نحطه بس على طرافها ونحطه في النص هذه تنطحش تصدق